أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن هويتنا البحرينية الجامعة تشكل لنا دعامة وصونا للمنجزات الوطنية وتعظيما للمكاسب التي تحققت طوال مسيرتنا الإصلاحية التي أرسى دعائمها حضرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه. وقال سموه: لقد حققنا الكثير فيما يتعلق بوضع الأسس الصحيحة لمسيرتنا الديمقراطية، مما يحتم علينا أن نضع نصب أعيننا أهمية مواصلة العمل لتحقيق مستقبل أفضل للجميع. جاء ذلك خلال زيارة سموه حفظه الله يرافقه نجله سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة إلى مجلس المرحوم علي بن يوسف فخرو والوجيه محمد عبد الله المناعي ومجلس عائلة الدواسر، حيث تبادل سموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعيا الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات. وأعرب سموه عن اعتزازه بمجالس البحرين العامرة بروادها والتي تمثل حلقة من حلقات التواصل التي يجب المحافظة عليها باعتبارها سمة أساسية في عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، وأننا نستمد قوتنا بترابطنا ووسطيتنا. ونوه سموه بما يؤكده جلالة الملك المفدى بضرورة الحفاظ على مثل هذه العادات المعززة للتواصل بين الأسرة البحرينية الواحدة في هذه الليالي المباركة، مؤكدا سموه أن التجارب الماثلة أمامنا في المنطقة تدلل على أهمية تعزيز التواصل والتماسك في المجتمع الواحد باعتباره السد المنيع في وجه كل من يريد المساس بوحدتنا الوطنية. واستذكر سموه عطاء الآباء والأجداد وما قدموه من أجل رفعة وبناء الوطن في كافة القطاعات ودورهم في رفض الحركة التجارية منذ القدم، وما يمثله موقع البحرين كنقطة اتصال تجارية هامة بين الشرق والغرب. وأكد سموه على دور القطاع الخاص كشريك فاعل وأساسي في حركة التطوير والبناء، خاصة وأن هذا القطاع قد استطاع بما لديه من خبرات تراكمية بتطوير أعماله وطبيعة أنشطته وخلق العديد من فرص العمل في شتى القطاعات. وشدد سموه على أهمية الاهتمام بالأيدي البحرينية الماهرة وما يستلزمه ذلك من صقلها بالتدريب وتمكينها لزيادة إسهاماتها في حركة التنمية، معربا سموه عن تطلعه لأن تشهد المرحلة القادمة المزيد من التعاون الفاعل والمؤثر بين القطاعين العام والخاص لتحقيق المزيد من المكاسب التي تعود بالنفع والفائدة على الاقتصاد البحريني. من جانبهم عبر أصحاب ورواد المجالس عن تقديرهم لما يقوم به سموه من زيارات إلى مجالس البحرين الرمضانية، وعن شكرهم لسموه على زيارتهم التي سرهم فيها تبادل الأحاديث معهم، متمنين أن يعود هذا الشهر الفضيل على البحرين وهي ترفل بثوب العزة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأشاد الحضور بدور سموه في تعزيز عرى وأواصر التواصل من خلال هذه الزيارات لكافة مناطق وأهالي البحرين.